السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. مثل ما دائما أعيد وأزيد عليكم أنهم ما محتاجين منا غير أن نحن نذكرهم في دعاوينا، فالله يخفف عنهم ويعافيهم يا رب العالمين. والله يرزقني ويرزقكم خير الدنيا وخير الآخرة، ويكفيني ويكفيكم شرهما يا رب العالمين. أهم شيء الصدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة، ترها ما تكلف شيء، كثروا كثر الشيء اللي ببلاش، يقول لك اللي ببلاش كثر منه، فأكثروا من الصدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة. المهم اليوم بناخذكم بتغطية جميلة برحلة صيد، أتوقع خمنتوا صح؟ كونكم سمعتوا كلمة حداق وصيد أتوقع خمنتوا وجهتنا وين إن شاء الله. أكيد أنتوا صح، أنتوا صح إن شاء الله. وجهتنا إلى محافظة مسندم وبالتحديد إلى كمزار إن شاء الله. نروح برحلة صيد وحداق، مثل ما تعرفوا الأجواء الحين أجواء حداق وصيد ومزاج وكيف، فإن شاء الله كالعادة نفس الروتين من دبا إلى رأس الخيمة، نعبر رأس الدار، عقبها إلى خصب، عقب من ميناء خصب نركب الطراد، عقب دايركت إلى كمزار، عقب نعق خيوطنا والله يرزقنا من خيرات البحر ان شاء الله. متوكلين على الله باتجاه كمزار ان شاء الله. فما بوصيكم بالدعاوى الطيبه الجميله الصافيه من صفاء اللبن وصفاء قلوبكم، فالله يرزقنا من خيرات البحر يا رب العالمين، والله يزيدكم من خيره وفضله يا رب العالمين. مثل ما تعرفوني انا من عشاق البحر، راعية بحر، من اهل البحر، احب البحر والجبال والاسماك، احب ان اداعب الاسماك واعانق الاسماك واعانق البحر والجبال. فان شاء الله نلتقي في كمزار ان شاء الله، ونقول توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على طاري السمك، البارحه كنت في حوار مع احد اخوان يقول لي انت كيف تقتل السمك، او اني انا اقتل السمك، او اني مصيد السمك انا سفاحه اقتل الاسماك. يقول لي ما حرام عليش تقتل الاسماك، يعني تأني بضمير، حسيت اني سفاحه، وش رايكم انتم؟ انا اقتل السمك يعني حصيد السمك الحين اقتل السمك؟ بيزعلوا مني السمك؟ مساكم الله بالخير والسرور والسعادة، وصلنا بالسلامة إلى ميناء خصب. أوه. ما شاء الله الدرب بعيد وطويل. المهم وصلنا بالسلامة، هذا الحين بندور على أخونا يوسف، إحنا موجود بمكان ما شاء الله خيرات البحر. شوف السمك تبارك الرحمن، السلام يا سلام. عدنا حاليا في ميناء خصب، من خصب بطلع باتجاه كمزار، يبالي تقريبا مال 45 دقيقة بالقارب عشان اوصل لكمزار. عطيتكم العلومة، اتوقع انتم حافظين الدرس. اشوفوا ما شاء الله للدنيا، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله اللهم بارك لهم في رزقهم يا رب، ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. الله يبارك لكم في رزقكم يا رب. الشحن أول بأول الله يبارك لهم. أوه هذا هم الجماعة، وأنا ياسة أدورهم ما لقوهم، أنا ضعت بين السمك. السلام عليكم، السلام عليكم، مساء الخير.
انت ياسين الدورو علي؟ خير؟ شعلومكم؟ حي الله الشوفة، بشرونا عنكم عساكم بخير. عاد اخونا سليمان الكمزاري ويوسف الكمزاري، عاد في نهاية الرحلة لازم احط لكم ارقامهم لو حد حاب يستمتع ويعيش الاجواء اللي انا اعيشها، ما بقصروا وياكم، بس قولوا من طرف رحاب بحطوكم بعيونهم. ان شاء الله بنطلع الحين. الحمد لله، شو اخبارك؟ شعلومك؟ عساك بخير، بشرنا عنك. الحمد لله طيبين. شو الامور؟ مره اخوي سليمان عساك بخير، بشرنا عنك. الحمد لله. عاد الحين باتجاه كمزار، ها اخوي يوسف؟ ايه ان شاء الله نبى نعبر عن شعورنا. ها عاد اخونا سليمان هو اللي بيضبطنا اخر تضبيط، المواقع عنده هو، شيطان في البحر. الله يحفظ، شيطان ما شاء الله. الله شيطان ياخذ نصيبه. ايه لا احنا بنعطيه، قال لا تتعب احنا بنعطيه. اهم شيء ان يوسف ياس يضحك. ايه بس ما كان الجو عندكم حر؟ هذا هني لان ماشي هواء. ما شاء الله هذا ضغوة الحين اللي تبارك الله يبارك ليهم. شو تسموها انتم هذه؟ نيسر. نيسر نيسر نيسر، نفسنا يعني احنا نسميها نيسر. هذه ضغوة نيسر، الله يبارك ليهم. وتحركنا باتجاه كمزار.
صار بقباب ما شاء الله. عاد بنشخط الحين عاد صيد القباب واليودر له طريقة خاصة، لازم الطراد يمشي وانت تسحب. هذا ما شاء الله صار من أسماك القباب، أسماك التونة. عاد بيزهبوا العدة. هذا اللي هو هذا، او انه يكون الثاني السمكه اللي يكون فيها بعد ريشه. هذه عدة المتواضع عادنا، هذه شنطتي اكل شيء بتاع كله، الميادير واحجامها. احنا محتاجين هذا نسوي 3-4 خيوط. ها كل واحد يقطع نشخط منه نشوف. ما شاء الله، شوف كيف تتراقص. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد تبارك الرحمن. شوف مشتغلين هذيلا بعد، ما خلوا هذه اللوها ما خلتهم بحالهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين تبارك الرحمن. مطفرة فيهم اللوهة، سبحان الله كل حد له رزقه. هذه الناس بدأت تتجمع خلاص. ما شاء الله اللهم ارزقنا من خيراتك يا رب. هذا عقب من سليمان الخيط، نجرب نشوف بيضبط ولا ما بيضبط. الطراد يمشي، لازم يكون الطراد يمشي. بسم الله ما شاء الله، عسى الله يرزقنا يا رب العالمين. ترى سربع تبارك الرحمن تحتينا، ما ادري واضح بالتصوير ولا ما واضح. على طريقة صيد القباب يسموها طريقة اللفح، احنا عندنا نسميها اللفح. يلفح حق القباب حق اليودر. الحين هذه الطريقة طريقة اللفح، لازم الطراد يتحرك وانت تلفح لفح. ما شاء الله شوف الدوري كذا. ياسين يدور حولنا. يا شاسس نياهم ده الصوب، يروحوا ده الصوب، نصير لهم ده الصوب وده الصوب. لفاح للقباب. وحدة نباش، تعي وحدة بس نفتتح فش ونقول بسم الله انه خذ مرة راس حربة. يا سلام، ما طالعين بدون قبابة، ما طالعة من هنا الا ان شاء الله. الله يرزقنا قبابة، بدور عليها لين ما تمل مني وتقطع. هذه طريقة اللفح، انا الحين قاعدة الفح للقباب. الطراد يتحرك وانا بهالطريقة اقعد الفح، عسى انه الله يرزقنا يا رب العالمين. يا الله برزقك يا رب، انت الرزاق انت الكريم انت الرحيم يا رب. بسم الله طريقة اللفح احنا نسميها كذا، طبعا تختلف المسميات من مكان لمكان، حد يسمي تشخيط حد يسمي لفح، اختلاف المسمى ما يغير من الطريقة شيء. تراها ما شاء الله اللوحة مطفرة فيها دورة فيها أدوارة. عادة نحيدها طيور النورس، لكن احنا اللوحة اتوقع ما مخلين النورس يشبر صوبهم. اللوهة معروفة مطفرة، هي مطفسة فيهم، تقول مطفرة فيهم مرة. هي معروفة اللوهة كريهة طفسة غبية، طائر غبي تأكل أكلهم تسرق سمكهم.
نشوف. عاد اتوقع عرفتوا هذا الجزيرة صح؟ بسرعة قولوا لي شو اسم الجزيرة، كم مرة صورتها وتكلمت عنها؟ وانتوا الصح، اسمعكم كلكم قاعدين تجاوبوا صح. طبعا هذه جزيرة مخبوق، لان كانت مخبوقة لكن بسبب غزارة الامطار يوم الايام طاحت واندثر الخبق اللي موجود. اخواننا الكمزارين يسموها شارتي، جزيرة شارتي. اخوي يوسف تسموا جزيرة انتوا في الكمزاري؟ شارتي. شارتي احنا نسميه مخبوق وانتوا تسموه شارتي. انزين شو يعني شارتي؟ يعني عندكم شباب الاولين يسموها جزيرة شارتي. سمعتوا هذا جزيرة شارتي بالكمزارية ونحن نسميها جزيرة مخبوق. شوف فوق الطير اللي فوق قاعد شايفينه، والله هذا الطيور صغار الصقر، هذا صقور. هذه جزيرة مخبوق على كلام اخونا يوسف، شارتي جزيرة شارتي. شوف انت الفجوات اللي تحت بحيث ان الماء يدخل، يعني هي من تحت بعد مخبقة ومن فوق مخبقة، من كل صوب وحليلها مخبقة، يعني ما من شيء مسمينها، شايفين الخبق، ما من شيء مسمينها مخبوق. شورنا وخذانا ان ناخذ جوله في الغباين اول قبل لا نبدا الصيد، نشوف شو الضغاوي اللي صايره في المكان، لان ما شاء الله عندهم مختلف الضغاوي لمختلف الاسماك في الغباين المختلفه، في اماكن مختلفه. قالوا خلونا ناخذ جوله نشوف شو الضغاوي، منها نشوف الضغاوي ونشاركهم بجانب منها الضغاوي، ومنها نستمتع وعقب عاد نقعد نحكي. عاد يوسف مركز تركيز ما بعده تركيز. الضغاوي احنا يعني هذه كلها غباين هم يطغوا فيها اهل المكان، مناطقهم يعرفوها. في سياره هني ياخذ العومه. تقول بعد انتم مقلل الامارات بعد ما تجفف. ايوه بعد ما تجفف هني تقريبا ياخذ 3 ايام 4 ايام. ايه يجفف ويحطوا كياس
وديو الامارات. الامارات هناك يصدروا لبرا. يبنى الاكل استعملوه في بناء علف الحيوانات وفي الحضاره. عاد كم زاركم قدام؟ التشكيلات الطبيعيه سبحان الله. خاصة هذا سبحان الله تقول فطر ما شاء الله هذا بعد جزيرة محبوب شارتي قال يوسف اسمه شارتي حفظتها انا خلاص بتعلم كم زاري انا خلاص عاد شوفوا معاي هذه الجزيرة اسمها جزيرة فاطمة زيد معروفة انتم تسألوا اهالي مسندم عن جزيرة فاطمة زيد هذه هذه كلها جزيرة فاطمة زيد طبعا لها قصة بيوم رايق إذا أكون رايقة بأخذ لكم حد من الشواب يحكي لكم قصة فاطمة زيد ها أخو يوسف شو اسم الجزيرة؟ كمازرة فاطمة زيد فاطمة زيد وغير الكمازرة وغير الكمازرة؟ ما أدري لكن أنتم الكمازرة اسمها فاطمة زيد لها قصة هذه نقعد بروقان تعطينا القصة بعده بنشوف لنا حد من الشواب يعطينا هي قصة فاطمة زيد أكيد كانت شخصية مهيبة لدرجة أن سموا جزيرة باسمها أكيد سووا شيء يعني خلاهم يخلوا جزيرة كامل باسمها إيه الحريم ما هينات تبارك الرحمن الحريم لهم بصمة في التاريخ بصمات هذه جزيرة الفيران هذا اللي يسموها جزيرة الفيران اخوان الكمازرة يسموها مشكن يعني فار بالكمزارية هي جزيرة صغيرة يعني شوفها صغيرونة كتكوتة يعني تحس انه ثلاث فيران العود الوسطاني الصغير الام والابو والطفل مالهم جزيرة الفيران في بعد جزيرة أم الفيارين تكون الصوب الثاني هذه غير وهذه غير شايفين مشكن مشكن فيران جزيرة الفار هذا الفار مفرد بعد ما جمع شايفينها عاد الحين وصلنا للمحطة الأولى اللي راح نحدق فيها بنصيد إن شاء الله فالله يرزقنا الله الله بالدعاء والطيب الله يرزقنا من خيرات البحر يا رب العالمين ساعة الكباب ما توفقنا فيها لأن شبعانة عنده مرعى فما تبي ميادرنا الحين كسبنا الوقت ويانا هذه البقعة البقعة الأولى اللي طبعا مجابلة جزيرة الفيران المشكن الحين احنا بنقط خيوطنا فإن شاء الله الله يرزقنا يا رب دعواكم الله الله خلوا قلبكم نظيف بدت الخيرات بدت الخيرات بسم الله ما شاء الله هذا يمارنا احنا نجيب دايما عوق ونغر
مثلج طبعا هذا من البلاد احنا جايبينه. بسم الله ما شاء الله. ايش حالكم عرب؟ عسى ما فرقناكم من العائله. حد يقول اني انا متوحشه وقتلكم وافرقكم عن عائلتكم. عسى ما زعلانين علي يا جماعه الخير، والله كله ولا زعلكم يا عائله الاسماك. البارحه كانت في حوار او اني اسقطت السمك، انا واني لاني اصيد السمك اني سفاحه، فانا اعتذر منكم بس ما علي، ان شاء الله انا بتعشيكم اليوم بس ما علي، نتراضى انا وياكم. ها خيطي جاهز؟ تري خيطي زين، هذا خيطي؟ هذا هو، تعال الحين ضربي تعال. الله يرزقني، تبارك الرحمن. قشة بسم الله قشة لأن جنب البكور تدور. بسم الله ما شاء الله. عاد الشباب مستغربين كيف اني انا صدت هذه القشة، عكلامكم تقول هذا تي اسراب وعند الحصى. الله رازقني حد من الناس داعي لي دعوة طيبة مرحبا. هي مكتوب لنا، مستغربين يقول كيف انت صايدة. اذكروا الله، اذكروا الله، رزق رزق من الله صح. يا رزق ناس من خافوا منه. مستغربين كيف ياتش هذه ونا. ياسين يسووا والله محاورة ونقاش، أخوي يوسف وأخوي سليمان عندهم كذا مجلس البحر ويتناقشوا كيف صادت هذه السمكة، كيف ياتها هذه، يا تكون أسراب يا تكون عند الحصى. هذا رزق من الله ولا شو رايكم؟ الحمد لله الحمد لله على أي شيء هي من الله، الحمد لله الواحد، الحمد لله على كل صغيرة وكبيرة وعلى الحوار اللي صار عنها. تستحق تستحق قبلة الشكر ولا؟ ايه بسم الله ما شاء الله. هذه عشاي بتكون ان شاء الله، مره بوصل المينا بدور لي اقرب شواي وبشويها وبتعشى بها اليوم، بتعشى بها. الباقي ماشي دي مو ما شاء الله. شوفوا سليمان كيف خيفان عليه مسكين. هذه عادي احنا نسميها جين، انتم شو تسموها؟ احنا نسميها جين. لحمها طيب ترى، يو لحمها طيب. هذه جين. ها ما شاء الله تبارك الرحمن. أقو أقو تقول أقو أقو سمكة تقول أقو. أقو ميوكنا أقو ميوكنا. عروسة عروسة، هذه عروسة صار منها ميدارين بعمامي دار مسكينة. والله والله تع 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 تحمس وياي؟ هاي عسى يكون شيء طيب. يلا الحمد لله الحمد لله. احس انه شيء عود. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شو رايكم يا عرب؟ ما يحتاج.
بسم الله ما شاء الله. بس قصوا عنا البلد. روح البلد شوفوا بس ما شاء الله. ما بتروحي عنا يا ابوي ما بتروحي. هذه قشة. بس كلوا عنا البلد. راح البلد. شوف 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 يا عرب. بقول بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. هم مستغربين كيف انا قاعدة اصيد قش. مستغربين طبعا. هذا من فضل رب العالمين ودعاوتهم الطيبة. شكله حد داعي لي من خاطر والله. يعني انا الوحيدة اللي قاعدة اصيد قش وهم كل اللي قاعد يصيدوا شعر وهوامير. لكن هذه حجمها انا انبهرت انا انبهرت. ما يستوي حنطها بصراحة. يا سلام سبحان الله. أثلجت لي صدري ونستني. أسعدتيني أسعدتيني والله أسعدتيني. إي والله أسعدتيني. حتى يوسف يا أخي طالعني ويضحك يقول وش تسوي دي. إي والله الحمد لله على هذا النعم وهذا الرزق. الحمد لله. تبي تطلع تبي تشرد تمي ودي تنش مكفتة تنش ما في مجال. نو واي لا تحاولي. هذا طبعا الدم ما منها مني أنا. وصل بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. أبي مار هنا. ما شاء الله تبارك. تعالي يا جميلة تعالي. بسم الله ما شاء الله. أخيرا يا الشعرية. مش يا بنت اكلها. بسم الله ان شاء الله. بس عسى ما ينقص الخيط. بسم الله. انا منبون اسبوعات تقطعت لكن بيبك بيبك. بسم الله. واحد من العائلة عندي. احنا بنصيد العائلة كلها عسى بنت ما حد يزعل علينا. بسم الله. بسم الله. يا ربي.
تعه تعه بسم الله. كم ما جايبة ينقذ اخته وانت صايد اخته. بسم الله بسم الله. عاد وين الخيط؟ ما هي ما ادري، بس خلونا نطلع اللي جاي. بسم الله. عرواقه برواقه برواقه برواقه. بسم الله. يلا وصلنا وصلنا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. عذبتيني عذوب يا عمري. صالة شوفون ضاربتنها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله خلاص. شفتوني وانا جاي بصالة. بسم الله ما شاء الله. هذا من فضل ربي الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. تستحق احتفالا هذه السمكة. تستحق. هذا احنا نسميها صالة. ما شاء الله حجمها طيب بعد. سلم عليكم. اوه بسم الله ما شاء الله. تعال شوف تعال شوف هنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. واسر طار عنك الجد. اوه اذكر الله اقول ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم زد وبارك ومستمرين. عاد غربت الشمس. عاد الحين غير موقعنا بنصير مكان ثاني. لكن شو رايكم؟ قولوا بسم الله ما شاء الله. هذا كله بفضل ربي رب العالمين. هو الرزاق هو الرحيم هو الكريم. أكرمنا من خيره وفضله ورزقه. الله يعطيكم الصحة والعافية. كذلك اللي خلف الكواليس، عندي خلف الكواليس أنا ناس ما تطلع بالتصوير. إن شاء الله حنرد لموقعنا الأولاني بحيث أن نبدأ مرة ثانية نقطع خيوطنا ونستكمل جولة الصيد. عاد تقطعت يديناتي ولا تحرقني. يلا الحمد لله. هذا المتعة تتشرخ الأسبوعات. لو ما تشرخت أسبوعاتنا ما راكنا طلعنا حداق. أنا أسبوعاتي كاملة شوفها كاملة تقطعت. هذا مشروع الصيد الليلي. طلمت الدنيا الأجواء القمارية. تعرفوا أهل البحر يحبوا الصيد بالليل يوم يكون القمر سماء قمارية على نور ضوء القمر. حداق بالليل. وينك يا قمر رحيد وهنا توكان. شايفين الهدوء الأجواء أجواء رمضان. هذا اللي أقول لكم نعانق البحر نعانق الجبال نعانق الطبيعة. خيطك ما بيوصل خصب. يبغانا نسير عند جبر مخبوق. الساعة 7 والدنيا ظلام. يعني هذا اللي طاد علينا. شوفوا الأنواع والأشكال. عروسة نيسر هوامير شعري صال قش عروسة. وش بعد يا ربي؟ شو جاينا بعد؟
هذا اللي صدنا اليوم. القن، القن أو الخن نفس الشيء. كانت تاركت إني أعبي للنص، عبينا الحين الحمد لله الحمد لله. ما زلنا عاشب القمر. أنا براويكم القمر. بسم الله. يا سلام يا الله، شوف القمر، شوف الأجواء. صبر بندلت، كيف بندلت؟ ياس، أوه يا سلام، الحين شوف القمر. هذا يبالة بيت شعر، يبالة أغنية، يبالة شلة، يبالة كلام حلو، يبالة ذكر. شايفين الأجواء؟ أنا بنت الشات عنهم ياسين صيدو عاد الطراد هذا حاله بدون ليت. بس زين زين، أحسن أستر أستر لأنه من السمك. في ناس تطلع بس الايام اللي يكون القمر بدر مكتمل ومنير البحر، يطلعوا بعد المغرب لما القمر ينزل ويكون هذا الخط طويل كذا، وتموا يحدقوا تحت ضوء القمر، او بالاصح تحت ضوء البدر، لان يوم يكون القمر مكتمل يسمى بدر، بدر الزمان. حلوة وخفيفة والله، رزقنا الحمد لله من خيرات البحر. هذا القمر يمسي عليكم بعد. كانت صراحة رحلة جميلة خفيفة وحلوة، الحمد لله على هذا النعمة. تكفي راحة البال وراحة القلب. هذا ميناء خصب. الله يعطيكم الصحة والعافية أخوي يوسف الكمزار، وكذلك أخوي سليمان. سليمان الكمزاري، يعطيك العافية، جزاك الله خير. صراحة رحلة جميلة واستمتعنا طبعا. شوفوا هذه الخيرات، هذه الخيرات، فالحمد لله رحلة جميلة واستمتعنا. المهم ما أوصيكم، هالله هالله يا جماعة الخير، أنا بأحطي أرقامكم اثنينتكم، لو حد يمن طرفي من عينكم هذا قبل هذا تخدموه ان شاء الله. اوكي مره لا توصين بعد. هي اخوانكم وربعكم اكيد. سلام للامانه، والله كانت رحله جميله، كانت رحله جميله ولا ما كانت رحله جميله؟ مع انهم هم يبوا يطولوا، لكن اني وعانه مصارينا تتضارب، ما ماكل شيء من البارحه. الواحد عادة يوم يطلع البحر يطلع خفيف، الواحد يطلع البحر خفيف ما ياكل ما يكثر اكل، مع ان الخير وايد. بس اليوم وصلنا عين بتصيروا عين تفتحون تاكلون، نضرب بالخمسة وبالعشرة بعد. المهم
انت وياه روح تسبحوا وتكشخوا ونلتقي في الكوفي. عاد متواعد نتلاقى في الكوفي ها اللي متى خلاص هاي اسير عين واصل الطراد واسبح واصلي ايه وعقب تعال نلتقي بالكوفي. اتفقنا؟ اتفقنا ان شاء الله. اتفقنا يوسف؟ خلاص لقائنا بالكوفي ان شاء الله. يلا مساكم سعادة وهذا تغطيتنا وهذا الرحلة الخفيفة، عسى استمتعتوا معانا واهم شيء شفتوا خيرات البحر الجميلة والطيبة. الحمد لله الحمد لله والشكر الحمد لله. مثل ما قلت هكذا انتهت رحلة الصيف في كمزار، عسى استمتعتوا صح؟ كانت رحلة جميلة وخفيفة وهذا كانت تغطيتنا من البحر. عاد اتوقع اغلب المقاطع ما نزلت، الحين قاعدة تنزل في الدرب ان الارسال في البحر ما كان شيء ضعيف. بسم الله ما شاء الله. السلام عليك. السلام عليكم، شو اخبارك يا عمري؟ انا بسم الله يا ربي جميلة نعيمة جلدتها، شعرها نعيم، بتشم فيني ريحة سمك. ما عندنا سمكة صغيرة نعطيها الفقيرة دي، تشبه بلاكي يا عمري. انا جوعانة. هذا الطائر الحزين وش تسوي هنا؟ السلام عليكم. بسم الله وش فيك زعلان؟ تعال امي حبيبتي حبيبتي، تبي اكل؟ جزاك الله خير. بسم الله تعيدوش 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 يا عمري. انا مريضة بعد، كلي قولي بسم الله وكلي. عاد ما ادري بتاكليها نية ما بتاكليها، عاد دبري حالك على حجمش. وحليلها مريضة.